في الأخير أنا نحب نقول أن هذا الملف للأسف الشديد صحيح نحن في المجلس الوطني التأسيسي خصصنا له لجنة، لجنة خاصة صلوحياتها واضحة، لكن على كل ما غير ما نقلب المواجع نقول لك سيد رئيس أنه في إطار المستقبل يعني هذا طلب، هذا طلب ليس برجاء، أنه كل التوصيات وكل عمل اللجنة وكل تفاعل اللجنة مع الحكومات سوى حكومة سي حمادي التي لم تستجب في العديد من المناسبات لهذه اللجنة، حكومة علي العريث التي لم تستجب في عديد مناسبات لهذه اللجنة، وبتينا في القائمة النهائية، والقانون اللي صدقنا عليه في ديسمبر ما عملنا له الأمر باش تنجم اللجنة تاع القائمة النهائية تخدم إلا بعد 6 أشهر. أنا أدعوك سيد الرئيس أنه سيادتك تطلب من سيد رئيس الحكومة سي مهدي جمعة أنه يكون هذا الملف ذو أولوية، لأنه هذا إضافة إلى حق الشهداء وعائلاتهم هذا في إطار تأمين المرحلة القادمة وفي إطار أنه يزيدنا نمشيو للانتخابات في موافقة 2014. شكرا سيد الرئيس. شكرا.